السلام عليكم، معكم مصطفى قرواز، ملتقي شتاء برنامج نصوص التواصل والاستقرار في منصات الشباب شتو كيتباعها. انا اليوم جيت سعداء يعني بواحد الحفل ختامي اللي درناه ديال الفوج الاول، توزيع الشوائد التقديريه على المشاركين. 22 مشارك اللي استفدوا من برنامج مواكبه طيله 6 اشهر داخل منصه. هذا الفوج هذا الاول اللي يعني تمولوا في 8 المشاريع كاول يعني خريجي منصات الشباب شتو كيتباعها، اللي بطبيعه الحال المنصة كما كتعرفوا فيها يعني مسار المقاولة واللي كيستافدوا منه يعني الشباب من خلال واحد 3 شهور ديال مجموعة ديال التكوينات. بالنسبة للجانب يعني دراسة الجدوى ودراسة المشروع ودراسة يعني مجموعة ديال الميكانيزمات يعني والأساسية حول المشروع، حتى يكون عندهم واحد فكرة أساسية حول المشاريع اللي ممكن يديروا. ديك الساعة يعني كيدوزوا لواحد لجنة إقليمية، من هنا كتكون لجنة إقليمية تنمية اقتصادية اللي يعني توجد المشاريع ديالهم، وبذلك دازوا للجنة الإقليمية للتنمية البشرية اللي يعني اختار 8 ديال المشاريع مع 22 هما اللي تمولوا كتجربة أولى. وإن شاء الله السنة هذه كاين هدف يعني نطوروا العدد المشاريع المشاركة في 45 مشروع يعني في المبادرة، وأكثر من 250 مشروع على مستوى يعني المشاريع اللي غتوصل لمرحلة يعني البيزنس بلان ديالها يكون واجد. المشاريع اللي غتوصل إن شاء الله المبادرة تكون تقريبا 45 مشروع هذه السنة. معكم مريم أبوري، مؤطرة في منصة الشباب. كنأطر المقاولين الشباب فيما يخص التسويق والإدارة ديال المشروع ديالهم. كانت فريمون واحد التجربة اللي ما يمكنش انني نوصفها بجوج كلمات، ولكن واحد الحاجه اللي كتستاهل وكتستحق ان كل واحد يجربها ويشوف بعينيه يعني ليفيكاسيتي ديال هذا الشيء اللي كيدار في منصه الشباب. يعني هي واحد بحال قلتي واحد الخدمه اللي مجانيه، كل واحد ممكن انه يستافد منها الا ما كانش زعما بغى من اجل المشروع ديالو، ولكن غير من اجل راسو انه يتقف بزاف ديال الحوايج من خلال يعني الدراسات ديال المشاريع وغيرهم من الحوايج اللي ممكن انهم يعاونوهم في المجال ديالهم وفي حياتهم من بعد. يعني كاع الا ما عندكش واحد الفكره ديال المشروع حاليا، راه هادشي ممكن انه ينفعك من بعد في المستقبل. كلنا كنحتاجوا حاليا نتلقاو بزاف ديال المعلومات على المجال المقاولاتي، لانه بحال الا قلتي هو موضوع الساعه، هو الحوايج اللي خصنا يعني نتمرنوا فيهم من دابا، حيت هما اللي غيكونوا في المستقبل. يعني احسن حاجه هو ان الواحد يكون مقاول ويكون عنده واحد المشروع خاص به ويكون عنده واحد المصدر ديال الربح اللي غير محدود بيان سور. الوغ السلام عليكم، محمد اجرار، الرئيس ديال المقاوله سكيلز اكاديمي الجنسي. الحمد لله احنا من المستفيدين المرحله الثالثه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه كصاحب مشروع وحامل مشروع. احنا جد فخورين الانتماء ديالنا لهذه المؤسسه هذه اللي هي منصه شباب اقليم شتو كيتبعها، وان شاء الله كنتمنى التوفيق ليا وكاع المستفيدين ان شاء الله في المسار ديالهم المهني ان شاء الله الاحترافي. السلام عليكم، معكم خليل الشماخ كمستاق ديال جمعيه انكسوس في اقليم شتو كيتبعها. كما شفتوا حضرتوا معنا اليوم كان حفل ديال توزيع الشوائد بالنسبه لي كونديدا اللي سالوا معنا الباركور، وكذلك بالنسبه لي كونديدا اللي تقبلوا في التمويل ديال المشاريع ديالهم من طرف المبادره الوطنيه للتنميه البشريه على الصعيد الاقليم شتو كيتبعها. وحنايا فخورين بهم وفخورين بالعمل اللي كتقوم به منصه شباب شتو كيتبعها. شكرا على الحضور لكافه الحاضرين، وكنتمنى المستقبل الزاهر ان شاء الله للحاضرين معنا، خصوصا بالنسبه لي كونديدا كاملين ديال المنطقه ديال الاقليم. اشترك الان في قناه اشواق تي في.
وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.